ومعنا هاتفيا من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. مرحبا بك. إذن بعض الميليشيات في العراق ومنها ميليشيا حزب الله هددت بطرد برهم صالح من بغداد إذا التقى ترامب. ها هو إذن رئيس الجمهورية قد التقى ترامب. هل تتوقع أن تنفذ هذه الميليشيات تهديداتها؟ يعني هي سبق وأن هددت بالعديد من الإجراءات ولم تذهب إلى يعني موضوع التنفيذ تهديداتها ولم تجد طريق للتنفيذ. الحقيقة هناك مزايدات كبرى في العراق وليس هناك يعني رؤية أو مشروع مشترك للنظام السياسي أو أطراف النظام السياسي في بغداد، ويغلب على المشهد عملية المزايدات السياسية في محاولة لكسب رخيص ليس إلا. الكل يتحدث عن خروج الأمريكان ولا أحد يفعل شيئا. يعني خروج الأمريكان بإجماع عراقي شيء إيجابي، لكن هذا الانقسام الواسع في العراق بشأن الموقف من الخروج أو عدمه، يعني أنا بتقديري ستوظف الولايات المتحدة لخلق مزيد من المشكلات في العراق ولخلق مزيد من المشكلات في الإقليم، وسيكون العراق ساحة تجاذب لهذه المشكلات. يعني هنا إذا سمحت لي أستاذ حسين، البيت الأبيض بعد هذا اللقاء، لقاء ترامب وصالح، صرح بأنهما اتفقا على التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد. كيف يمكن تفسير هذا التصريح مع التهديد والوعيد بطرد القوات الأمريكية في العراق والتصويت على ذلك من مجلس النواب في بغداد؟ يعني هو كل النخب السياسية في العراق تدرك أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعادة خلخلة الأمن في العراق، ولا يستطيعون إعادة مسك الأرض بشكل صحيح ومسك الاستقرار والأمن في العراق، سيما وهم أمام نارين، أمام نار الحليف الأمريكي أو السيد الأمريكي اللي تعاونوا معه طوال هذه السنوات في تدمير البلد، وأمام غضب شعبي عارم. وبالتالي هم يعني بالمثل العام مثل بلع الموس. الأصل في الموضوع بتقديري، الأصل في الموضوع اليوم في العراق أنه كلا الطرفين المحليين، النظام الفاسد في بغداد والولايات المتحدة، يتآمران على حقوق ومصالح شعب العراق وانتصار من أجل الحرية وإعادة البلد وبناؤه وإعماره على أسس وطنية وإقامة الديمقراطية. نعم. يعني ماذا يعني أن تذهب مظاهرات يوم الجمعة مثلا تحت حجة، يعني حجج حق يراد بها باطل في الأغلب الأعم؟ هي عملية استعراض للقوة لمواجهة، يعني الحكي لك يا كني واسمع يا جارة. يعني نعم. أنت اليوم بدك تواجه الولايات المتحدة بمظاهرة مليونية. فعليا انت يوم الجمعه تريد تشتبك مع الطرف الاخر عشان يعني محاوله اظهار القوه في انتفاضه تشرين او مواجهه تشرين. هي رسائل الحقيقه متعدده الغايات، وهي لا تخدم في المحصل. لا احد يبحث عن مصالح العراق، الكل يبحث عن مصالح فصائل او من يدعم تلك الفصائل. شكرا جزيلا لك من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان.